بيقولوا إنه الوقت من ذهب، وأنا متأكدة عزيزتي إنك أنت فاهمة هاي الجملة وواضحة الفكرة، لأنه أنت بتشتغلي جوبي البيت وبرية البيت وعارفة قديش مشغولياتك كتيرة. فعشان هيك بشجعك عزيزتي إنك تجيبي فنجان قهوتك وما تنسي كتابك المقدس، وخلينا نتأمل مع بعض كيف نقدر نثمن وقتنا. صلى موسى رجل الله في مزمور 90 وقال: أيام سنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخارها تعب وبلية لأنها تقرض سريعاً فنطير. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. ليش؟ لأن الوقت هو أثمن مورد باركنا فيه الله. هذا المورد اللي ما بنقدر نمتلكه لكن نقدر نصرفه، ولما منفقده ما منعرف نسترجعه. علشان هيك مهم كتير أعرف كيف أستثمر بهذا الوقت. بنفس الوقت هذا الوقت هو عملة صعبة، وبتحتاج هاي العملة الصعبة إنها تكون مدعومة بإله سرمدي، مدعومة في محبته التي لا تسقط، علشان مشغولياتنا ما توقع في بورصة برنامجنا اليومي. لما التلاميذ كانوا طالعين في مهمة كرازية، رجعوا من الخدمة وكانوا مشتاقين يخبروا يسوع شو اللي صار معهم. اسمعوا شو مكتوب، شو قال الرب يسوع لهم: واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً، مثل ما نحن هلأ عاملين، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين. قديش مهم إنه بين فترة وفترة نرتاح، نقعد، نراجع حالنا، كيف قضينا برنامجنا اليومي، شو عملنا هذا الأسبوع، وليش مهم إنه نقعد عند الرب ونطلب منه قيادة في هذا الموضوع. لأنه مكتوب في المزمور: إن لم يبني الرب البيت فباطلاً يتعب البناؤون. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، يعني نروح على الشغل بكير، نبلش نهارنا بكير، مؤخرين الجلوس، يعني نرجع على البيت متأخرين ونتأخر على أهل البيت، آكلين خبز الأتعاب. هاي هي النتيجة. قديش نحتاج إنه نرتب أولوياتنا صح. علشان هيك هذا الوقت مهم إنه أنا أعرف كيف أستثمره صح. لما أسألك كيف بتملي نهارك، بشو أنت مشغولة خلال الأسبوع، أنا رح أقدر أقولك إنه هاي هي أولوياتك. صحباتي اللي قريبين مني بيعرفوا إنه إذا بدهم يقدموا لي إشي أنا بحبه كتير ورح أثمنه كتير، مش هدايا ملموسة يمكن قد ما هو الوقت اللي بصرفه معي. أبوي السماوي، أبكر إليك وبطلب منك قيادتك حتى هذا الوقت اللي أنت أعطيتني إياه يكون قوة وقود لحياتي، وأعرف أستثمر برنامج حياتي صح، فأستمتع ببركات مركبة من عندك. شكراً من أعماق قلبي. آمين.